صف أول، اليوم هو اليوم الثالث من الأسبوع الرابع. درسنا اليوم بعنوان حرف الهاء بالمدود ها هو هي. هدفنا اليوم أن نميز بين حرف الهاء مع الحركات الطويلة، مد الألف ومد الواو ومد الياء. خطوات درس اليوم: سنقوم اليوم بدراسة حرف الهاء بالمدود. أولاً سنشاهد أنشودة الحروف العربية، ثم سنقرأ الكلمات البسيطة المكونة من الأحرف بالحركات، ثم سنميز حرف الهاء الممدود بالألف والواو والياء، وسنتعرف على كلمات بحرف الهاء الممدود بالألف والواو والياء. هيا بنا. ألف مثل أسد، أ أ أسد. ألف مثل أرنب، أ أ أرنب. باء مثل بطة، ب ب بطة. باء مثل بطيخ، ب ب بطيخ. تاء مثل تمسح، ت ت تمسح. تاء مثل تفاح، ت ت تفاح. ثاء مثل ثعبان، ث ث ثعبان. ثاء مثل ثعلب، ث ث ثعلب. جيم مثل جزر، ج ج جزر. جيم مثل جمل، ج ج جمل. حاء مثل حصان، ح ح حصان. حاء مثل حمار، ح ح حمار. خاء مثل خروف، خ خ خروف. خاء مثل خمسة، خ خ خمسة. دال مثل ديك، د د ديك. دال مثل دلو، د د دلو. ذال مثل ذئب، ذ ذ ذئب. ذال مثل ذبابة، د ذ ذبابة. راء مثل ريشة، ر ر ريشة. راء مثل رمان، ر ر رمان. زاي مثل زرافة، ز ز زرافة. زاي مثل زورق، ز ز زورق. سين مثل سيارة، س س سيارة. سين مثل سنجاب، س س سنجاب. شين مثل شمس، ش ش شمس. شين مثل شراع، ش ش شراع. صاد مثل صوص، ص ص صوص. صاد مثل صاروخ، ص ص صاروخ. ضاد مثل ضفدع، ض ض ضفدع. ضاد مثل ضرس، ض ض ضرس. طاء مثل طفل، ط ط طفل. طاء مثل طبيب، ط ط طبيب. ظاء مثل ظبي، ظ ظ ظبي. ظاء مثل ظرف، ظ ظ ظرف. عين مثل عصفور، ع ع عصفور. عين مثل عينب، ع ع عينب. غين مثل غراب، غ غ غراب. غين مثل غزال، غ غ غزال. فاء مثل فيل، ف ف فيل. فاء مثل فراشة، ف ف فراشة. قاف مثل قيطار، ق ق قيطار. قاف مثل قطة، ق ق قطة. كاف مثل كورة، ك ك كورة. كاف مثل كلب، ك ك كلب. لام مثل ليمون، ل ل ليمون. لام مثل لعبة، ل ل لعبة. ميم مثل موزة، م م موزة. ميم مثل مفتاح، م م مفتاح. نون مثل نخلة، ن ن نخلة.
نون مثل نملة ن ن نملة هاء مثل هاتف ه ه هاتف هاء مثل هلال ه ه هلال واو مثل وزة و و وزة واو مثل وسادة و و وسادة ياء مثل يقطين ي ي يقطين ياء مثل يعسوب ي ي يعسوب هيا نقرأ الكلمات التالية علب علب خروج خروج دخول دخول عشرة عشرة ضاق ضاق ذاق ذاق بسيط بسيط غسيل غسيل هيا حاولوا أن تقرأوها الآن بمفردكم وانتبهوا للمدود والسكون والتنوين أنا مد بالألف صوتي آ أنا صوت للحرف قولوا آ أنا مد بالألف صوتي آ أنا صوت للحرف قولوا آ ألف فتحة آ أصبح بالمد آ ألف فتحة آ أصبح بالمد آ أخذ 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 بحث باحث قولوا خلفي مد الألف أ أ ب ب ت ت هيا نقرأ المدود التالية ب ب ض ع س غ ل ت ك أحسنتم انظر للصور ولاحظ الفرق بين صوت الهاء ه هواء هاتف
ما شيء المختلف بين هذه الصور؟ أحسنتم، الها في هواء صوتها قصير فتحة، أما في هاتف صوتها طويل مد ألف. هيا نكررها، هواء هاتف. انظر للصور ولاحظ الفرق بين صوت الهاء. هو هو، هو شهور. ما الفرق هنا بين صوت الهاء؟ أحسنتم، هو صوت الهاء ضم قصير، أما في شهور صوتها طويل. هو مد واو. هو 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 شهور. انظر للصور ولاحظ الفرق بين صوت الهاء. هند شهيد. ما الفرق؟ الهاء في هند صوتها قصير كسرة هي، أما في شهيد صوتها طويل مد ياء. هي هند هي شهيد. هيا نتعرف على كلمات بها الهاء الممدود بالألف. هاتف، هيا نضعها في جملة، أنا أتكلم بالهاتف. هيا نتعرف على كلمة بها الهاء الممدود بالواو، شهور. هيا نضعها في جملة، أنا أعد الشهور. السنة بها 12 من الشهور. هيا نتعرف على كلمات بها حرف الهاء الممدود بالياء، شهيد. هيا نضعها في جملة شفهيا، أنا أحتفل بيوم الشهيد في دولة الإمارات الحبيبة. هيا نصنف الكلمات حسب الحركة الطويلة لحرف الهاء. ها هو هي، لدينا شهور، هاني، هاتف، فهيم، شهيد، مهور. أحسنتم، هاني مد الألف، هاتف مد ألف، شهور مد واو، مهور مد واو، شهيد مد ياء، فهيم مد ياء. نضع دائرة حول الهاء مد ألف والهي مد ياء. هاتف، هاني مد ألف، شهيد، فهيم، مدياء. شكرا لكم يا صف أول، مع السلامة.